بداية نسأل الله تعالى السلام إلى الجميع، لأنه اليوم الرياح كانت قوية جدا. طبعا الضرر ما صار بس على الأراضي الزراعية، ولكن الضرر صار إن كان على الأراضي الزراعية، صار إن كان على الأشجار الموجودة، تم اختلاء عدد كتير كبير من الأشجار، بالإضافة إلى اختلاء عدد كتير كبير من الخيام، بالإضافة إلى مثل ما نكون شايفين حاليا الأنفاق الموجودة لدى المزارعين كان في اختلاء بالنسبة لها والتدمير، وتم تلف عدد كتير كبير من الأنفاق الموجودة. حتى بالنسبة في بعض المناطق كان في عمليات انهيار لبعض، كان بالنسبة للأبنية المتصدعة من جراء الزلزال. المزارع بهاي السنة بالتحديد أكثر ما يحتاج له للدعم، بكل سنة كان يكون عليه مصائب معينة، ولكن هاي السنة المصائب كانت كثيرة. المصائب إن كانت من السيل اللي ضرب المنطقة، إن كانت بالنسبة للمزارعين اللي ضرروا بنتيجة الزلزال، وحاليا نتيجة الرياح القوية مثل ما كنا شايفين. وبالمرحلة القادمة خلال يومين أو ثلاثة كمان الناس المختصين في مجال المناخ فعم بيقولوا إنه احتمال يكون في صقيع راح يكون بيومي الجمعة أو السبت. فلهذا الأمر المزارع هاي السنة متضرر جدا وأكثر ما يحتاجه، ونهاية الأمر نسأل الله تعالى السلام للجميع.